ان شاء الله يعني احنا طبعا من تعثر ماتش الانتر اللي فات، فان شاء الله يكون دي صحوه الفريق، ومع رجوع كوندي برضو الدفاع هيتحسن شويه، ودايما يعني ملعب الريال بيكون كويس لينا، ما بيكونش صعب، وان شاء الله نقدر نسجل عليه ونكسب ان شاء الله. طبعا اللعيبه بتاعتنا ان احنا في الحاله الجيده اصلا، ان انت لسه حاسم التاهل لدوري ابطال، فدي معنويات عاليه جدا لينا احنا كريال مدريد ان احنا نكسب النهارده. احنا داخلين واحنا ما فيش ضغوطات علينا عكس الغريم بتاعنا برشلونه، هم خلاص يعتبروا ريدي بره دوري ابطال ان شاء الله، فلا احنا معنوياتنا اعلى. البارسا من السوبر فرانكي، برشلونة ياخد كرة الاستحواذ، كالما مدريد، هدوء يسبق العاصفة لمن وفي وجه من الاعصار. كرة ديمبلي، ديمبلي حربة بين واحد واثنين، يعمل كرة في اتجاه الهجوم، والريال يتصدى وفي تسلل على برشلونة. كلاسيكو بعد، ولكن الريال قد يكسو هذا المساء على البارسا إن لم يتدارك أخطاءه. شافي ويفيق فريق برشلونة ويحترم من القميص اللي لابسه وعراقة وتاريخ النادي. أرى دافيد ألابا، رقم 8 كروس، 10 مودريتش، 18 تشواميني، 15 فالفيردي، رقم 20 فيني، 9 بنزيما. هدف مضمون والمرجور كاد يسجله الآن. كورة حلوة برشا خلصت على اليمين، رافينيا يوزع كورة وخطير على القلب الثاني، ضاعت على دفاعات مدريد من أمام هجوم بارسا. يدخل كافاخال يقاتل البارسا، تسديدة رائعة من رافينيا، هذا الحضور الثاني لهجوم البلاوغرانا. برازيلي رافينيا القادة رافينيا، الجول الشرق رافينيا، خمس كرات رافينيا، بنزيما يقول عشاق مدريد 1-0 للملوك. ماذا قلت لكم في المفتحات؟ عنواني وعنوي لنا رسالة أذكركم بها في لحظات غياب كورتوا مؤثر، وظهر الريال مكشوف، الغايب عن التهديف بنزيما. عندي إحساس أنه اليوم يسجل، عن بقية الدقائق في كلامي عن ليفا، ولكن سأحدثكم عن كريم الفوتشر بلندور. فيني ربي، فيني 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 فيني، حط الكورة يمشي تشواميني، ما شاتش يلعب مندي باسي خطيرة، فانفيردي صواريخ، يرجع المندي، مندي ما يباسيش، ما يكروسيش البنزيما. كل المعطيات تشير الى مباراة مثيرة والتسديدة الأولى، وكوريا يتصدى على السلسة ورافينيا. ترجع الكرة من المراكز، خطير على البارسا، يبعد على سيرجي روبرتو، يحط كرة أخرى، خطيرة جدا من توني كروس، خطيرة جدا من توني كروس. ترجع الكرة للريال. مودريتش بلا